هذا سائل يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية المنتشرة حاليا؟ ما فيها أناشيد إسلامية، الأناشيد ما هي إسلامية، الأناشيد من فعل الصوفية ومن الأغاني ومن الطرب الذي تلذذ به الناس، تسميتهم إياه إسلامية غلط، ما هي إسلامية ولا يجوز الاستماع إليها. من يريد الاستماع يستمع إلى كتاب الله، إلى تلاوة القرآن وإلى ذكر الله عز وجل ليستفيد وينتفع. أما الأناشيد ماذا يستفيد منها إلا التلذذ بالأنغام والتلذذ بالأصوات، وهذا ليس من الإسلام. نعم.